مساء الفل للناس الكل. اليوم نحييكم من ملعب سان سيرو في ميلانو، اين يتواجه اي سي ميلان وانترناسيونالي. هذا الملعب يستضيف نهائي دوري الابطال 2016. هذا الديربي هو الديربي الغضب والرعب. معلقكم الرياضي رؤوف خليف يرحب بكم في هذه المباراه. والآن فلنتابع أعزائي المشاهدين تشكيلتي الفريقين. ركلة البداية سعد، كرة واعدة على اليد والمخالفة موجودة. سعد، الكرة للأمام، كرة طولية من الحارس، نيمار ويواجه المشاكل بضغط بدني، يلعب كرة بينية، كرة خطيرة إلى الأمام. راكيتيتش يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. ميسي، منافسة بدنية كبيرة بين اللاعبين. والتسديدة قد تسكن الشباك. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. وتعود الكرة إلى حارس المرمى. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كانت الكرة بكل الخطورة لكنه سجل حضوره. راكيتيتش يحاول أن يلعبها بينية. سيرخيو بوسكيتس، راكيتيتش، ميسي يحاول تمريرها عبر الدفاع. هو سيرجي روبرتو. حدثت مخالفة ويقرر الحكم احتساب ركلة حرة. يخرج الحكم الورقة الصفراء. قرار سليم. أقوى من اللازم. احتكاك بدني والتحام قوي بين اللاعبين هنا.
يحاول فك دفاعات المنافس. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. سيرجي روبرتو، أومتيتي يرتكب مخالفة مؤكدة. قريبة للغاية. ماتيو ديني، الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. إن لم يتلقى أي منهما أهدافا إلى حد الآن، ولا تزال النتيجة 0-0. إذن سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. أسوأ نتيجة في كرة القدم هي التعادل السلبي. نتمنى وأن يكون الفريقان على قدر التوقعات ويقدمان لنا. وأطلق الحكم صافرته، لكن الاحتساب خطأ. بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بتدخله العنيف. والكرة إلى خارج المنطقة. نيمار، يحاول لعب كرة بينية غدارة، يوزعها عند نقطة الجزاء. متابعة للكرة المرتدة. لقد فعلوها، إنها البداية المثالية للشوط الثاني. لم يتعامل الحارس مع الكرة بالشكل المناسب ودفع فريقه الثمن. أصبحت النتيجة الآن 1-0. لويس سواريز، والآن الكرة ملعوبة للأمام. يلعب كرة بينية، يلعبها إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. إنييستا يمررها إلى يمينه. هل سيمر إلى الداخل؟ والكرة ملعوبة إلى الأمام. سيرجي روبرتو، لم يخاطر على الإطلاق. سيتم إجراء تبديل الآن حسب ما أرى بجوار خط التماس. إنييستا، سيرجي روبرتو خلق لنفسه المساحة. Thank you.
يتواصل اللعب برمي التماس. هذا هو آخر تبديل لهم. يوسعها العرضية ولكنها ضايعة. يحاول فك دفاعات المنافس. أردا توران. راكيتيتش يلعب كرة طولية. يحاول تمريرها عبر الدفاع. مخالفة واضحة وركلة حرة يحتسبها الحكم. ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. يبدو عليه بعض الألم ويبدو على زملائه القلق. برشلونة نال لعبه بتختين حتى الآن. يصمد الدفاع بكل إقناع. خارج المرمى. كرة طولية إلى الأمام. نيمار بمر. مخالفة موجودة وصافرة حكيمة. هذه هي كرة القدم. اللاعب لا يفكر إلا في مصلحة فريقه، ولولا هذا التدخل كان من الممكن أن تسوء الأمور ضد الفريق. كرة مقطوعة بامتياز. يحاول أن يلعبها بينية. ماتيو يلعب كرة إلى الأمام عند وسط الملعب. الوقت بدل الضايع الآن، والحكم يراقب الساعة. الفريق الأضعف نظريا، ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، وذلك بفضل خط الدفاع الذي كان في أفضل حالاته. كان من المتوقع أن تنتهي هذه المباراة بنتيجة 0-0.